مجموعة اوتبوتس عايزين طبعا بتيجي في الامتحان حتت كده كودز يقول لك find the exact output. ممكن طبعا تيجي في شكل برنامج صغير او برنامج كبير وتمشي مع الكود وتشوف ايه الناتج اللي بيطلع معاك. احنا دلوقتي عندنا الكود مكتوب بس هنفهمه. for i equals 1 less than equal 7 i plus plus يبقى تشتغل 7 مرات. طالما ما فيش كيرلي براكت على التو ستيتمنتس دول يبقى معنى كده ان الفور ماسكه فقط ستيتمنت واحده، ما تبصش غير للستيتمنت دي. فالاي ايكوالز 1 خلي من 7 نعم فيطبع 4، بعدين تصير 2 فاقل من 7 يطبع 5، وبيطبع هنا الاي بلس 2 يفضل شغال شغال لغايه نوصل ل 7، 7 اقل من او يساوي 7 اي يطبع 10 كل ده طبعا. وبعدين لما تصير 8، 8 مش اقل من 7 يخرج بره يطبع بلس بلس اي، يعني كانت 8 زيد 1 صارت 9. 4 حتى لو في سطر فاضي مفيش مشكله، ال 4 دي ماسكه السي اوت دي وبس على كده. ف 3 اكبر من او يساوي 1 نعم يطبع وي مي لاف او وي لاف سي بلس بلس، الكلام ده مش حقيقه. بعدين صارت 2 اكبر من او يساوي 1 نعم يطبع، صارت 1 لسه اكبر من او يساوي اوكي. بعدين صارت 0، الصفر مش اكبر من او يساوي 1 فيطلع بره اللوب يطبع لاست اي، وقبل ما يطبع ينقص 1 فالناتج هيبقى ماينس 1. ليه؟ صفر هنا كده صارت ماينس 1. i equals 2 التو less than or equal 1 نقول ده فولس على طول من اول مرة فده مش هيدخل خلاص، دي كلها يعني مش هتتنفذ no execution فمفيش output هيطلع من هنا خالص، مفيش اي تنفيذ ليه لان 2 مش اقل من او يساوي، يطلع على طول يطبع ال 2. i equals 1 less than or equal 10 i plus plus فيشتغل من 1 ل 10. هل ال i modulus 3 يساوي صفر؟ فالواحد modulus 3 بتساوي 1 والاتنين modulus 3 بتساوي 2، 3 modulus 3 بتساوي صفر ده اوكي. ومعنى كده الواحد والاتنين هيجي هنا يطبع شرطة، فكده شرطة شرطة ده حاجة يعني ده اوتبوت وده المرة التانية، لكن لما يجي عند التلاتة تلاتة مودلس تلاتة يطبع الاي اللي هي تلاتة ويفضل شغال. الستة طبعا يطبعها والتسعة، يعني تلاتة وستة وتسعة يقبلوا القسمة على تلاتة بدون باقي، العشرة هيطبع داش. اللوب دي فور اي ايكوالز 3 وجي ايكوالز 12 مع بعض لان يعني هكومة من السيمي كولون، طول ما الاي اكبر من واحد يعني التلاتة هتتنفذ وبعدين تنقص واحد تبقى اتنين، اما الواحد مش هيشتغل لان الواحد مش اكبر من واحد فهينفذها يعني مرتين. مفترض كده تلاتة وهنا اتناشر، المفروض يعمل ايه؟ الاي ايكوالز 3 والجي ايكوالز 12 وخلاص كتبتهم. هل الثري اكبر من واحد؟ نعم، المفروض يطبع الاي يساوي والجي يساوي، بس ننتبه للسيمي كولون دي بتعطل الفور. يعني ايه؟ يعني خلاص ده ما يتشافش غير لما اخرج من الفور بفولس، لو ما خرجتش لو مش هتخليني اوصل للفولس هيبقى انفينيت لوب فافضل اشتغل فيه. التلاتة اكبر من واحد نعم، يزيد الاي يزيد الجي باتنين فتصير 14 ويقلل الاي بواحد فتصير 2. هل الاتنين اكبر من الواحد؟ نعم، فتصير الجي ب16 والاي بواحد. هل الواحد اكبر من الواحد؟ لا، فيبقى فولس. دي تنفذ مرة واحدة، تنفذ مرة واحدة بعد انتهاء الفور. ليه؟ لان الفور خلاص ملهاش جملة اصلا، جملتها سيمي كولون كأني سي اوت مثلا اند لاين او سي اوت دبل كوتس وجوه مفيش حاجة خالص، كأني كده خلصنا اللوب بعد ما اشتغلت مرتين. نطبع الاي ايكوالز الاي بواحد تبقى صفر لانها نقص واحد بعد ما كانت
صفر صارت ماينس واحد، والجي ايكوالز جي بلس بلس، هي الجي ب16 يتبعها، وبعدين جي تصير 17 جوه ده في كاستور، بس مش هيطبع حاجة يعني، في الاستور تصير 17 لان طبع الاول وبعدين زاد واحد.